كل يوم ثلاثاء أسامة العدوان بيكون معنا بهذا الصباح، ودائما في عنده مواضيع جديدة، مواضيع الساعة ومواضيع الساحة الأردنية. بنصبح على أسامة. أسامة صباح الخير. صباح النور، أهلا، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. الحمد لله. أسامة، النشيط شو عندك اليوم؟ اليوم حديث الساعة وحديث الشارع الأردني عن إعادة فتح معبر نصيب وجابر. نعم. والحدود المشتركة ما بين الأردن وسوريا. أعدينا تقرير دخلنا شوي في التفاصيل في ثلاث محاور، يعني ممكن نحكي عنها محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور اجتماعي. بنحضر التقرير وبعديها بنرجع بنحكي. نعم. في خلينا نشوف التقرير ونرجع نحكي أكثر. يلا. أنا الأول أن نغادر مربع العواطف. أيضا نعم، جار شقيق وعزيز وكريم الشعب السوري، ولكن في مصالح مشتركة بين الشعبين، فعلى الحكومة الأردنية أن تربط قرارها السياسي وفق المصالح الأردنية، مفهوم الأمن الوطني، ووفق الثوابت القومية، ووفق مصالح الشعبين والدولتين. الجيش السوري ينتصر. الآن هذه الانتصارات على ستنعكس على الأرض، ونحن في الأردن يجب أن نرى هذه الأمور ونعيد الالتفافة باتجاه الدولة السورية، باتجاه الإنهاء ما أغلق من خطوط تواصل. بين الحكومتين بإعادة فتح معبر جابر أو حدود جابر وحدود نصيب لخدمة للاقتصاد الأردني والاقتصاد السوري، وأيضا خدمة للمجتمع السوري والمجتمع الأردني. هناك علاقات اجتماعية قوية تربط شعب البلدين، وهذا المعبر سيعود بالنفع اقتصاديا لكلا البلدين، وسوف نشهد تحسن بالوضع الاقتصادي للبلدين. في حالة إعمار قادمة في سوريا، والآن إذا كانت الدولة السورية هي موجودة على الحدود، فعلى الأردن أن يبادر ببناء علاقة المصالح المشتركة بين الشعبين وبين الدولتين. علينا أن نبادر نحن كأردن وفتح الطريق أمام القطاع الخاص لمساهمته وشراكته في إعادة الإعمار في سوريا، وأن نفتح أيضاً للبضائع الأردنية أن تذهب إلى سوريا. معبر هام جداً لزيادة حركة التبادل التجاري والصناعي السوري الأردني من ناحية، ومركز هام جداً لعبور الترانزيت لكل الدول العربية من ناحية تانية. 7000 شاحنة كانت تعبر الحدود قبل إغلاقه، الآن نحن نتوقع حوالي 10-12 ألف شاحنة في بعد إعادة تأهيل المعبر في نصيب. بالحقيقة الشعبين البلدين في شعب واحد، هم الشعب عربي واحد في بلدين الأردن وسوريا. نحن لقينا حالنا هون.
الأردني بامتياز، وموقفنا كان ثابتا، وحدة التراب الوطني السوري، الحلول السياسية، وحدة المكونات، سوريا قطر عربي شقيق، قطر جار عزيز بشعبه. لا، الأردن تاريخيا لم يدخل في مفهوم صراعات الأنظمة، نحن نتعامل مع دولة سورية، وما دامت الدولة السورية عادت وفرضت سيطرتها على الجنوب السوري بحدودنا، هذا مكسب للأردن جدا أن تعود سوريا إلى الأمن والاستقرار، استقرار سوريا استقرار أردن. يا شام عاد الصيف، عاد الصيف، عاد الصيف. يا شام عاد الصيف مبتردا وعاد بي الجنه. عاد الصيف، عاد الصيف، صرخ الحنين إليك. أسامة، يعني فعليا يعطيك العافية على هذا التقرير، إشي يعني مبشر بالخير، إشي يعني الجميع فرح له، متفائل طبعا في سوريا العربية وفي الأردن، الطرفين يعني متفائلين بفتح المعبر، لأنه هو شريان حركة رئيسي للثلاث جوانب اللي أنت غطيتها بتقريرك. يعني بردود فعل الشارع أسامة، يعني كيف تتوقع أن تكون؟ احنا حكينا يعني التقرير تناول ثلاث جوانب، سياسية واقتصادية واجتماعية. في تفاؤل كبير بالشارع الأردني، في تفاؤل كبير على مستوى القطاع التجاري، على مستوى القطاع على مستوى القطاع التجاري، على مستوى القطاع الاستثماري، على مستوى التجار، على مستوى أيضا القطاع الزراعي اللي يعتبر البوابة الشرقية للتصدير لأوروبا. يعني خلينا نحكي هناك تفاؤل كبير لدى الأوساط، خلينا نحكي السياسية والتجارية بإعادة فتح المعبر، بإعادة الحياة، بإعادة المتنفس لهذه القطاعات، وتحريك عجلة الاقتصاد الأردني نتيجة هاي، نتيجة فتح، إعادة فتح المعبر. المعبر السوري يعني خلينا نحكي من لما تم إغلاقه منذ 3 سنوات ونصف تقريبا، كان هناك أيضا كان له أثر اقتصادي سيء على كافة القطاعات في الأردن. تراجع الحركة التجارية بشكل كبير. برضو حتى شفنا المسؤولين السوريين بالتقرير بيحكوا إنه برضو انعكاسات فتح المعبر على الاقتصاد السوري أيضا. السوري أيضا. حركة الإعمار المقبلة على 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 سوريا بشكل خاص تحديدا، ومشاركة الأردن ومشاركة أيضا القطاعات التجارية في الأردن في حركة إعادة الإعمار في سوريا برضا راح يكون لهم دور، ومتفائلين بشكل كبير. ولكن خلينا نحكي لسه ما تم هناك أو وضع بعض المعايير والأسس اللي مطلوبة حتى يتم الإنسان بناء أو الشخص يتم قراءة هاي. أسامة، احنا رح نرجع نحكي عن الثلاث محاور في فتح المعبر، يعني الإيجابيات لهذه المحاور، لكن بعد فاصل صغير. إذن أعزائنا فاصل، وبعد مكملين معكم بهذا الصباح وفقرة كل ثلاثاء، خليكم معنا. أهلا وسهلا جديد بكل متابعينا، مكملين معكم بهذا الصباح وبفقرة كل ثلاثاء مع أسامة العدوان. أسامة، يعني فتح معبر نصيب زي ما شفنا بالتقرير، أثاره إيجابية على أكثر من صعيد وأكثر من نطاق، لكن يعني السؤال اللي المطروح الآن والتساؤل اللي بذهن كل المواطنين في الأردن، هل ستعود الحركة في المعبر كما كانت؟ إن شاء الله طبعا. المعبر الآن تم افتتاحه، وكان هناك في كوادر في من الطرفين ومن الجهتين، في كوادر بشرية عم بتقدم الخدمة، الخدمة سواء كانت الجمركية أو الخدمة الأمنية والجوازات معنية بالجهتين، تقدم هذه الخدمة سواء للمغادرين أو للقادمين إلى الأردن. لكن في شروط نستعرضها بس بشكل سريع للقادمين والمغادرين من الأردن إلى سوريا والعكس. طبعا هاي الشروط اللي نصت عليها الاتفاقية اللي وقعت مؤخرا واللي طبعا بالاتفاق ما بين الجانبين طبعا. خلينا نحكي يكون العمل بالمركز من غاية الساعة، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا. يستطيع المواطن الأردني أو السوري برضو الدخول إلى الدولتين
في هذا التوقيت. المواطن السوري الداخل إلى الأردن يحتاج إلى موافقة أمنية يسمح للمواطن الأردني للمغادرة إلى سوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي. يسمح للشحن الأردني للمغادرة من سوريا بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة، طبعا هاي بالترتيب مع الأجهزة الأمنية الأردنية، طبعا تقديم طلب، طبعا يسمح أيضا للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور على أن يكون حاصلا على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر إليها أو القادم منها. يعني المواطن اللي بده يستخدم الأردن كممر لازم برضو أيضا يكون حاصل على فيزا أو تأشيرة للدولة المسافر إلها. يسمح للشحن السوري القادم للأردن بالدخول بعد اتخاذ إجراءات التفتيش المطبقة على جميع المعابر، ستتم هناك تفتيش ولربما يكون أيضا مشدد. يسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول بدون موافقة مسبقة ويسمح له بإدخال سيارته الخاصة أيضا، كما يسمح للسوري بإدخال سيارته الخاصة التي تحمل لوحة سرية على أن تكون أوراقها القانونية كاملة وضمن قوانين الجمارك الأردنية سواء قدوم للأردن أو مرورا عبر أراضيه. يسمح لسائقي السيارات السورية العمومي بالدخول للأردن لنقل المسافرين دون موافقة أمنية مسبقة. نعم. هاي هي الشروط اللي تم الاتفاق عليها ما بين الحكومة السورية وما بين الحكومة الأردنية، طبعا بالتوافق ما بين الطرفين. يعني هذه الشروط شروط منطقية وطبيعية، ولا يعني ستؤثر على انسيابية حركة البضائع والمسافرين والمواطنين يعني من كلا البلدين. طيب أسامة، انعكاس فتح المعبر على العلاقات الاجتماعية؟ مهند، هناك اشتباك علاقات وهناك اشتباك علاقات اجتماعية ما بين الشعبين قبل الأزمة السورية. نعم. وتعرف أنت كمطلع، وكان دائما منذ بداية الأزمة السورية كان الاعتدال والموقف ثابت تجاه الأزمة السورية، موقف الأردن ثابت بضمان وحدة الأراضي السورية ومكونات الأراضي السورية ووحدة الأراضي السورية وشعبها، سلامة أيضا الشعب السوري. العلاقات سيكون هناك أثر إيجابي لعودة العلاقات، لعودة العلاقات الاجتماعية، هناك ترابط اجتماعي كبير، هناك ترابط يعني اجتماعي، هناك اشتباك لربما نوصل لدرجة النسب. وأيضا ما بعد الأزمة زادت العلاقات الاجتماعية نتيجة اللجوء اللي وصل عدد اللاجئين ما يزيد عن 1,300,000 لاجئ سوري عندنا، زادت من هاي العلاقات الاجتماعية بين الطرفين وبين الشعبين. أكيد التشارك في الأرض، التشارك في الطعام وفي الملبس وفي الاستثمار وفي التجارة وفي مختلف القطاعات، هناك اشتباك بين الشعب السوري والشعب الأردني. فتح المعبر هل سيؤثر على الجانب السياسي؟ يعني شهدنا في بداية الأزمة السورية كان في بعض التوترات السياسية ما بين الأردن وسوريا، هل ستتحسن؟ لربما التبادل التجاري ولربما فتح المعبر سيكون له دور على إعادة ترميم العلاقة السياسية ما بين الأردن وما بين الأردن وسوريا. احنا لدينا الان القائم باعمال السفاره السوريه، لربما احنا كاردن ليس لدينا سفير في سوريا، لم يتم تسمية سفير او حتى لم يتم ايضا اجراء مشاورات حتى يتم تكليف سفير بسوريا. لربما الان اعاده فتح المعبر وخلينا نحكي شبه انتهاء للازمه السوريه الازمه السوريه وبمختلف مناطق سوريا، لربما يكون هناك دافع لإعادة ترميم العلاقات السياسية الأردنية السورية حتى الدبلوماسية. حتى الدبلوماسية طبعا تمثيل الدبلوماسي. هناك بعض الاعتبارات، يعني لربما القرار مرتبط بعدة اعتبارات بالنسبة للأردن بإعادة العلاقات مع سوريا، لربما ممكن التدخلات الإيرانية في المنطقة، لربما أيضا ممكن التدخلات الروسية شوي في المنطقة، ولكن إن شاء الله إعادة فتح المعبر ستكون خارطة طريق جديدة لإعادة ترميم العلاقة ما بين الأردن وسوريا على الصعيد خلينا نحكي السياسي والدبلوماسي والتجاري بشكل كبير، وتعود العلاقة كما كانت ما قبل اندلاع الثورة. أكيد يعني مبارك للشعب السوري الشقيق ومبارك للأردن لسوريا السلام، نتمنى أنها ترجع زي ما كانت إن شاء الله. هذا البلد، وأيضا نتمنى أنه يتعافى الاقتصاد الأردني إن شاء الله، طبعا سيكون لها أثر إيجابي حقيقة، وخصوصا القطاع الزراعي اللي متهالك كان آخر مسمار خلينا نحكي في نعش القطاع الزراعي هو إغلاق المعبر السوري، لأنه كان كل الصادرات عبر المعبر. أسامة العدوان، بدي أشكر وجودك معنا في هذا الصباح، شكرا جزيلا لك وبانتظارك بكل الثلاثاء الجاي. شكرا يا أسامة.